بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الطلاق، قال رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل. لعموم قوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن مات أو جن أي صار مجنونا، أو خرس أي صار لا يقدر الكلام قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق. وعكسها بعد شهر وساعة. وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، أي تبين وقوعه لوجود الصفة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله، والمراد بالجزء وقت من الزمن ولو يسيرا. وعكسها بعد شهر وساعة. هذا بناء على ما إذا كان الطلاق بائنا، يعني الطلقة الثالثة، فيبطل الخلع لأنه صادفها بائنا، والخلع البائن غير صحيح، ويصح الطلاق لوجود شرطه. وأما إذا كان الطلاق رجعياً طلقة أولى أو الثانية فيصح الخلع مطلقاً، لأن الرجعية زوجة فيصح خلعها. قال: وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. إذا قال أنت طالق مع موتي أو موتك فليس بشيء. وجه ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته مثل ذلك أنها لا تطلق، لأنها بانت بموته، والبائن لا يلحقها طلاق.
فصل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، لأن هذه أمور مستحيلة. قال لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد، ولأن ما يقصد بتبعيده يعلق على المحال. قال الله تعالى في حق الكفار: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، أي لا يأتيهم أبدا. قال: وتطلق في عكسه فورا. هذا المذهب، وذلك أن الحالف إذا فعل الممتنع كاذب حنث. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولأنه لو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا حنثا، حنث بذلك، فلأن يحنث بكونه ممتنعا حال يمينه أولى. قال: وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وذلك أن الحالف على فعل الممتنع كاذب حانث. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، إلى قوله: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولأنه لو حلف على فعل متصور فصار ممتنعا حنث بذلك، فلا يحنث بكونه ممتنعا حال يمينه أولى، فلأن يحنث بكونه ممتنعا حال يمينه أولى. قال: وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا. إذا قال الرجل أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لغو، هذا كلام لغو. هذا أحد وجهين، وهو المذهب، وهو قول أصحاب الشافعي رحمه الله. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يقع على ما رأيته، لأنه ما جعل هذا شرطاً يتعلق وقوع الطلاق به، وهو كما قال، وهو كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنه لم يجعل موته شرطاً يقع به الطلاق، يقع به الطلاق عليها قبل شهر، وإنما رتبه ووقع على ما رتبه هو. قال أبو الخطاب رحمه الله: يقع في الحال، أي يقع الطلاق في الحال، لأنه علقه بشرط محال، فلغى الشرط وقوع ووقع الطلاق. وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، أي في أول اليوم أو في أول السبت أو في أول رمضان. وإن قال أردت آخراً لكل دين، أي نكله إلى دينه وأمانته، وقبل، أي قوله. قال دين وقبل حكماً إلا في قوله أنت طالق غداً أو يوم السبت، فلا يدين ولا يقبل حكمه.
لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه. ليعلم جملته بخلاف ما لو قال في غد أو في يوم السبت، فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه، وهو صادق في جزء منه. قال: وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، أي عند انقضاء الشهر، إلا أن ينوي في الحال فيقع. قوله وأنت طالق إلى شهر، من الأدلة على ذلك أنه قول عبد الله بن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما، فإذا مضى 30 يوماً طلقت. وبهذا القول قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: تطلق في الحال. وقوله في أول الباب: أنت طالق قبل أن أنكحك، لقوله عليه السلام: لا طلاق إلا بعد نكاح. إذا قال أنت طالق قبل أن أنكحك فهذا لا يقع، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. رواه الطبراني والبزار رحمهم الله. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. قوله وطالق إلى سنة، إذا قال طالق إلى سنة تطلق ب12 شهراً، لأن السنة 12 شهراً، لقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، أي شهور السنة، ويكمل ما حلف في أثنائه. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة. رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك، وسكت عنه في التلخيص أي الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. من أدلة ذلك ما روى ابن حزم رحمه الله في المحلى بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من قال لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة، أنه يطأ ما بينه وبين رأس السنة، فإذا قال: إذا مضت السنة أو هذه السنة فأنت طالق، طلقت. تنبيه: إذا عرفها باللام ثم قال: أردت بالسنة 12 شهراً، قبل منه ذلك، لأن كلامه يحتمله. وإذا لم يرد ذلك طلقت بانسلاخ ذي الحجة، أي بانتهاء ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. باب تعليق الطلاق بالشروط: لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. قوله لا يصح إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لم تطلق، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك،
ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. إذا نذر نذراً يقول عبد فلان حر، هذا لا يكون، لأن العبد هذا ليس ملكه. ولا عتق فيما لا يملك، إذا قال عبد فلان حر وهو لا يملكه فلا يقع. ولا طلاق فيما لا يملك، طلق قبل أن يتزوجها فلا يقع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه رحمهم الله. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. ولو قال عجلته، فإذا علق بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال جمهور أصحابنا إذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل، وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى وحقوق عباده في الجملة سواء، تأجلت شرعا أو شرطا. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما، أي لأنه يدعي خلاف الظاهر، لأن إرادة التعليق من التنجيز بعيدة، ومفهوم قول الماتن صاحب المتن لم يقبل حكما أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، هذه أدوات الشرط، وهي وحدها كلما للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية، وكلها ومهما بلا لم أو نية أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرين. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما، قوله وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث أي في إن وما بعدها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق ثم قامت مرارا فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة لانحلال التعليق بالقيام الأول، بخلاف كلما، إذا قال كلما فهي للتكرار. فإذا قال كلما قمت فأنت طالق وقامت مرتين أو ثلاثا وقع الطلاق بعدد القيام. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال جل ذكره كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال كلما جاء أمة رسولها كذبوه، لكلما تدل على التكرار. وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة فور قرينة بفور، ولم يطلقها طلقت في آخر حياته، وطلقت في آخر حياة أولهما موتا. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت.
قوله وإن لم أطلقك فأنت طالق، وجه ذلك أن إن ولو مع لم للتراخي، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيها ما حلف عليه فلم يفت الوقت، فحينئذ لم تطلق إلا في آخر حياة أولهما موتا، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بعدها بعد موت أحدهما، فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما لا يتسع لتطليقها. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث فيه، طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى أي بالطلقة الأولى، وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتين، وبأو بوجود أحدهما. قوله كلما لم أطلقك فأنت طالق، لأن كلما تقتضي التكرار كما تقدم، فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فيقع طلقة وتتبعها الثانية والثالثة. قوله بوجودهما كقوله أنت طالق إن قمت وقعدت. قوله بوجود أحدهما، فإذا قال زوج لزوجته إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما القيام أو القعود، إما القعود أو القيام، لأن أو لأحد الشيئين. وجه ذلك أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد، أن أو تقتضي تعليق الجزاء على واحد. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصل. إذا قال إن حضتي فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فصل في تعليقه بالحيض. قوله بأول الطهر من حيضه من حيضة كاملة ولو لم تغتسل على الصحيح من المذهب، ومفهوم قوله من حيضة كاملة ولو كانت أقل من عادتها. فصل. إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف. وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. قوله قبل استبرائها بحيضة، هذا عائد للمسألتين، مسألة النفي والإثبات، وهذا بناء على ما إذا كان الطلاق بائناً أي الطلقة الثالثة. أما الرجعية، الطلاق الرجعي الأولى أو الثانية قبل العدة، فيجوز الوطو وتحصل بوجوده الرجعة على الصحيح من المذهب. وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر وطلقتين
بأنثى فولدتهما ولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا. وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. قال وجه ذلك أنه في الأولى إذا ولدت لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت، وفي الثانية أو ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، وفي الأولى إن ولدت لأقل من 6 أشهر من زمن حلفه طلقت، وفي الثانية إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ طلقت. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. تنبيه: قوله فولدت ذكرا ثم أنثى، هل إذا ولدت ذكرين يقع عليها طلقة أو اثنتان؟ فيها خلاف في المذهب، والأرجح أنها واحدة. قوله وبانت بالثاني ولم تطأ به أي ولا عدة عليها، قال في الإنصاف: فيعايا بها أي يختبر بها يقال طلاق بعد الدخول ولا مانع، والزوجان مكلفان لا عدة فيه. ويعايا بها أي يختبر من وجه آخر فيقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه. قوله ولم تطلق به: وجه ذلك أن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، لأن الحامل عدتها وضع الحمل. فصل في تعليقه على الولادة. تنبيه: قوله فولدت ذكرا ثم أنثى، هل إذا ولدت ذكرين يقع عليها طلقة أو اثنتان؟ فيها خلاف في المذهب، والأرجح أنها واحدة. ذكرين فيقع طلقة واحدة. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. قوله فولدت ذكرا ثم أنثى، هل إذا ولدت ذكرين يقع عليها طلقة أو اثنتان؟ فيها خلاف في المذهب، والأرجح أنها واحدة. إذا ولد الذكرين طلقة واحدة. قوله وبانت بالثاني ولم تطلق به أي ولا عدة عليها، لأن وضع الحمل تمت به العدة. قال في الإنصاف: فيعايا بها أي يختبر بها يقال طلاق بعد الدخول ولا مانع، والزوجان مكلفان لا عدة فيه. فيعايا بها يختبر من وجه آخر فيقال طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه. قوله ولم تطلق به: وجه ذلك أن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة،
إن أشكل كيفية وضعهما أي فلم يدرى سبق الذكر فتطلق واحدة واثنتين بالأنثى، أو سبقت الأنثى فتطلق اثنتين وتبين بالذكر، فيقع عليها ما هو المتيقن وهو واحدة. هذا المذهب. وقال في شرح الكبير والإقناع وشرح المنتهى والورع أن يلتزمهما. قلت: وهذا أولى. كيف؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى ما تستيقنه. وقال عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تنبيه: إذا ولدت خنثى الصحيح يقع عليها الأقل ويلغى ما زاد. فصل: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، فقامت طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. وقال الشيخ تقي الدين: قال وبانت بالثاني. هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ونص الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور في من قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكرا وأنثى، إنه على ما نوى، إنما أراد ولادة واحدة. قلت: وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحسن بمكان، ولعل العمل به أولى. قوله: طلقت طلقتين فيهما أي في المسألتين، وكل واحدة عكس الأخرى. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، فقامت المرأة طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. فواحدة أي بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يوجد منه طلاق لها. وهذا هو الفرق بين هذه المسألة وما قبلها. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. أما في الأولى فتطلق طلقتين، إحداهما بالمباشرة وهي تطليق لها، والأخرى بالصفة ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة، لأن قوله كلما طلقتك يقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق، وهذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول، وإنما وقعت الثانية بهذا القول. أما في المسألة الثانية فتطلق ثلاثا لأن الثانية وقعت بإيقاع الزوج فتقع بها الثالثة، ولك أن تقول تطلق الأولى بالمباشرة والثانية بالصفة والثالثة بالتكرار. تنبيه: قول الشارح رحمه الله: وتسمى الشريحية، هكذا في نسخ هذا الكتاب بالشين، وهو غلط. الصحيح أنها بالسين السريحية، أنها بالسين المهملة، وهي نسبة لأبي العباس سريج من الشافعية رحمه الله، لأنه أول من قال بها، فقال: لا تطلق لأن وقوع الواحدة
يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، وهذا قول أكثر الشافعية. وأما عندنا فيقع الطلاق لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، لأنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله، فتلغو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا يقع سوى المنجز، وما قاله ابن سريج محدث في الإسلام لم يفت به أحد قبله. فصل: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين في السنتين وثلاثا فثلاث. قوله: إذا حلفت بطلاق، إنما سمي الطلاق على شرط حلفا تجوزا لمشاركة الحلف في المعنى، وهو الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر أو تكذيبه، نحو: والله لأفعلن، أو لا أفعل، أو لقد فعلت، أو إن لم أفعل. وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تسميته حلفا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث. صورة المسألة: إذا قال: إن حلفت بطلاقك، أو إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، لم تطلق في الحال، لأنه ليس بحلف، بل تطلق بطلوع الشمس. وهذا أحد وجهين، وهو المذهب. والوجه الثاني: تطلق في الحال، واختاره أبو الخطاب رحمه الله. فصل: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي أو اسكتي، طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. قوله: إذا قال: إن كلمتك، إلى قوله: طلقت، هذا المذهب، ما لم ينوي كلاما غير هذا الكلام. وقال في المقنع: ويحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها. قال في الإنصاف: وهذا هو الصواب. وقال في التنقيح: وهو أظهر. إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أي ذلك أو هذا الأمر،
أو قال تنحي أي تباعدي أو اسكتي طلقت. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. قوله ما لم ينوي عدم البداءة مما يزيد هذه العبارة إيضاحاً، عبارة الإقناع، عبارة الإقناع مع شرحه، فإنه قال إلا أن ينوي أنه لا يبدأها في مرة أخرى، فلا تنحل يمينه بذلك وتبقى يمينها معلقة حتى يوجد ما يحلها أو شرطها انتهى. قلت والذي يحل يمينها هو بدأته إياها بالكلام، وشرطها هو عتق عبدها إذا بدأته هي الكية بالكلام. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى أذن لك حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل. لا إن أذن لها، لا إن أذن لها فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال قوله مرة بإذنه ثم خرجت مرة بغير إذنه، هذا المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وعنه لا تطلق إلا أن ينلي الإذن في كل مرة. قال في الإنصاف وهو قوي، وقال في الشرح الكبير لأن إن لا تقتضي التكرار، وتناول الخروج في المرة الأولى. قوله أو عدلت أي مالت عنه إلى غيره، قال الشارح ويحتمل أن لا يحنث، وهو قول الشافعي رحمه الله. فصل: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها، بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد فلم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا. وأنت طالق أو عبد حر إن شاء الله وقع. قوله ولو تراخى، وقال الشافعي رحمه الله هذا تمليك للطلاق فيكون على الفور، وقول أصحاب الرأي كقولنا إلا في أن لأن فعندهم إلا في أن فعندهم هي على الفور. قوله فشاء لم تطلق، هذا المذهب لأنه لم يوجد منهما مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئة بشرط، وليس تعليق المشيئة بشرط مشيئة، وهذا قول أكثر العلماء منهم الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله. قوله وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت. قوله
وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله. قال هذا المذهب، وبه قال كثير من أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام مالك رحمه الله، لأنه استثناء يرفع جملة الطلاق، فلم يصح الاستثناء كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. وعن أحمد رحمه الله لا يقع الطلاق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. دليلنا ما روى أبو حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. رواه أبو حفص بإسناده. وعن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق، يعني فلا يعتبر الاستثناء، وهو قول إن شاء الله. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا قال أنت طالق إن شاء الله لا يقع عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع به الطلاق وقال إن شاء الله تثبيتا لذلك وتأكيدا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال يقع مطلقا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب. وإن قوله وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، هذا ما لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، أي فعل المحلوف عليه وهو دخول الدار، فإن نواه لم تطلق، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله، على ما يمكن فعله وتركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع، لعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة إلا أبا داود رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام من طلق أو أعتق واستثنى فله ثنياه. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله. رواه أبو موسى المديني في ذيل الصحابة رحمه الله من حديث معدي كرب، وسكت عنه صاحب التلخيص أي الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى البيهقي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فلا شيء عليه. قال في التلخيص وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي ضعفه ابن عدي، وإن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينوي شيئا أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق وقع لتيقن مشيئة الله تعالى قوله أو لكونه شاء طلاقه. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال أو لكونه، فإن قال أردت الشرط قبل حكما. وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فإن قال أردت الشرط قبل حكما، وهو الأرجح عند الشافعي. قوله وأنت طالق إن رأيت الهلال لما في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا رأته في أول الليلة من الشهر أو الثانية
أو الثالثة طلقت، وإن رأته بعد ذلك فلا تطلق على الصحيح من المذهب، لأنه لا يسمى هلالاً يعني بعد 3 ليالي. قال في المصباح، وقال الفارابي وتبعه في الصحاح: الهلال 3 ليال من أول الشهر، ثم هو قمر بعد ذلك. يعني 3 ليالي الأولى يسمى هلال، وبعد ذلك يسمى قمر. تنبيه: إذا قلنا لا تطلق إذا رأته بعد الليلة 3، فهل إذا رأته هلالاً من الشهر 2 تطلق أم لا؟ لم أرى هذه المسألة في كتب الأصحاب، والذي يتبادر للفهم أن ذلك راجع إلى نيته. قال: فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه يعني شيء، أو لا، أو لا يشرب ماء هذا، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. قوله حنث في طلاق وعتاق فقط، أي دون يمين بالله تعالى، وعنه يحنث في الجميع. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: وعنه لا يحنث في الجميع، وهو الأرجح عند الشافعية رحمه الله رحمهم الله، وصوبه في الإنصاف، وقال في الفروع وهو أظهر، وهو اختيار الشيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله. قلت: والقول بهذا أولى لعموم قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وفي لفظ: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي. وذكر صاحب التلخيص ابن حجر رحمه الله عن بعض الحفاظ تضعيف هذا الحديث. وإن حلف لم يبر إلا بفعله كله، أي كل ذلك الشيء. وبهذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله، منهم أبو حنيفة والشافعي: فإذا حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله. ومن الأدلة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فترجله، أي تمشطه وهي حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة من اللبث فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه وهي حائض تمشطه وهي في حجرتها. باب التأويل في الحلف. قال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل
أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، إلا أن يكون ظالماً، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي حلف ما زيدها ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها، لم يحنث في الكل، قال لما روى أحمد ابن ماجه وأبو داود رحمهم الله، وسكت عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلف أنه أخي فخلي عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت، المسلم أخو المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: المسلم أخو المسلم، يعني العدو أخذ وائل بن حجر، فحلف سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخي، وأراد أنه أخوه في الإسلام، تأول بأنه أخ في الإسلام، قال: وبدليل أنه عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقاً، فقال لامرأة كبيرة السن: لا يدخل الجنة عجوز، يعني في حالة الكبر، فإنما إذا دخلت الجنة تدخل وهي بكر. وقال لرجل: إنا حاملوك على ولد ناقة، أي نعطيك ولد الناقة، يعني ولداً صغيراً، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم الكبير، لأن الجمل الكبير هو ولد الناقة. فائدة من أمثلة التأويل: أن ينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط الأرض، وبالأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء ونحو ذلك. قوله: إلا أن يكون ظالماً، المتأول إذا كان ظالماً لا ينفعه، لأن الظلم ظلمات. لما روى أحمد ومسلم والترمذي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أن لا يكون فيه تأويل. أو بما الذي حلف، أي الموصولة ما التي هي بمعنى الذي، فيوهم المكره لما نفي ونيته، ونيته الإثبات، فكأنه قال: لفلان عندي وديعة، فيقول مثلا: والله ما لفلان عندي وديعة. الأمانة، الوديعة الأمانة. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله وديعة، كان له أمانة بمكان فنوى غيره، أي ما عندي غير الأمانة،
أو بما الذي حلف، أي بالذي حلف، ما لزيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة أمانة ولم ينوها، لم يحنث في الكل. باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه له زوجتان إحداكما طالق طلقت المنوية، وإلا من قرعت، أي بالقرعة، من وقعت عليها القرعة. قال قوله من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، فإذا قال أنت طالق لقد فعلت كذا، أو أنت طالق إن لم أفعله اليوم، ومضى اليوم وشك في فعله لم تطلق، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. ودليل ذلك عموم حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يوسوس له أنه خرج منه ريح أو نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً.